تحت هذه الراية التي لن تسقط أبدا، وفي هذه الأرض التي لن تتبدل بجرة قلم ترامب وشريكه في الشر نتنياهو، خرج المئات من أبناء محافظتي رام الله والبيرة إلى المدخل الشمالي للمدينة رفضا لما حاكته عصبة الشر في واشنطن في مسيرة دعت لها حركة فتح وشاركت فيها كافة القوى والفصائل. خرج الشعب الفلسطيني بالأمس واليوم وغدا سيخرج في مسيرات تؤكد على رفض الشعب الفلسطيني لما جرى من خلال إعلان المشروع التصفوي، الإعلان الأمريكي الذي يشكل بمثابة حرب على حقوق الشعب الفلسطيني. سنخرج باتجاه نقاط الاحتلال مع نقاط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي للصدام مع الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين لنؤكد للعالم أن الشعب الفلسطيني ما جرى له لم ولن يزيد إلا مزيد من الإصرار والتحدي والصمود والثبات على موقف الفلسطيني، على موقف القيادة الفلسطينية حتى يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته. هكذا قابلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة السلمية ما أدى لوقوع عدة إصابات بالاختناق، إضافة إلى رش المتظاهرين بالمياه العادمة. المشاركون رددوا هتافات رافضة لتلك السياسة الأمريكية، كما قالوا إن صفقة العار هي استمرار لسلسلة المؤامرات التي عاشها شعبنا الفلسطيني منذ وجوده إلى اليوم. كلنا كشعب فلسطيني وحدة واحدة خلف سيادة الرئيس معه بكل قراراته، لا عند ما نسقط صفقة القرن لن تمر حتى لو على جثتنا، لأنه فلسطين مش للبيع، فلسطين إلنا. رسالتنا اليوم للولايات المتحدة ومن يصطف في فلكها بأن الشعب الفلسطيني هو صاحب القول الفصل فيما أطلق عليه بصفقة القرن، وستستمر هذه المظاهرات إلى أن يتم إسقاط الصفقة وما تلاها. الفعاليات الشعبية الرافضة لصفقة القرن تتواصل لليوم الثالث على التوالي منذ إعلان ترامب المشؤوم، كما تؤكد الفصائل على وجود برنامج للفعاليات في كامل الأراضي الفلسطينية. وهكذا تتكامل ردود الفعل الرافضة لما تسمى بصفقة القرن ما بين الموقف الرسمي والشعبي الذي اعتبر أن وعود ترامب لتل أبيب ما هي إلا إعادة إنتاج ملون لوعد بلفور المشؤوم ومصيرها الفشل. من المدخل الشمالي لمدينة رام الله، سيد صبيح، تلفزيون فلسطين.